المولودية كريمة التي كانت المستفيدة الأكبر من هذه الجولة. تعلم المستفيدة الأكبر في مباراة كانت تبدو صعبة أمام فريق يلعب كرة جميلة، ولكن البداية كانت من أقصاص الذي يفتتح باب تسجيل أسبوع صعب. نعم. ويسجل هدفه الثالث في هذا الموسم. هدفه الثالث من دون رقابة، يعني ولو أنه كان نوعا من التهاون في دفاع فريق حماية الشلف. لقطة أخرى ضاعت، ولكن يعني سجل هدف وأنقذ هدف. أنقذ هدف أمام دهام الذي لم يسجل منذ أن توقف عدادو عند الكرة الثامنة. هنا أيضا اللقطة سنعود لها بعد قليل. سنعود كرة ثابتة أيضا لفريق المولودية. سنشاهد على سكريني بعد لحظات. قلت بأن المولودية بعد الفترة الصعبة التي مرت فيها عادت، ودهام يجد مشكل مع الرقم 8 لتجاوزه، لأنه لم يسجل منذ أن أصبح هدافا جليد. ضيع فرصة كبيرة لقتل المباراة وجه لوجه، يضيع حتى هو لم يكن يصدق. بعد ذلك سيناريو بجاي لم يتكرر، لأن الأضواء الكاشفة توقف انطفأ هكذا، ولكن بعد ذلك عادت ولم تعد معه جماعة شلف لتعديل النتيجة، لأن المولودية العاصمية عرفت كيف تحتفظ بالفوز. فوز يأتي أقول يوسف بعد أسبوع ساخن وبعد كلام كبير وكبير جدا قيل. البعض كان يعتقد بأن الإنهيار، ولكن حشود أراد أن ينهي المباراة على طريقته الخاصة من حوالي 40 متر. المولودية قدمت مباراة مختلفة مغايرة تماما لتلك التي شاهدناها أمام اتحاد العاصمة، بدليل ما فعله والي، كيف اخترق الجميع وكيف اخترق دفاع جمعة شلف، ولكن التسديدة لم تكن مؤطرة. مسعود لم يجد معالمه، لم يجد الفعالية التي عهدناها. كرة ليس من عادته أن يضيعها بالرأس، ضيعها. بعد ذلك كرة أخرى، ولكن هذه المرة لن أقول ضيعها، بل أقول أن دفاع شودو والذي عاد وانقضى.